بنصبح على حضراتكم اعزائنا المشاهدين وبنرجع لكم مره ثانيه. وطبعا زي ما احنا عارفين معانا مجموعه من الفقرات الحواريه، لكن اعتقد كمان معانا مداخله مهمه جدا من دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني احنا حاسين دلوقتي بتغير طبعا ملحوظ في درجات الحراره، ابتدينا بالليل لاول مره ننام من غير ما نستخدم التكييفات، يمكن التكييفات بقت استخدامها بس مقتصر على فتره الظهيره، وفي السيارات كمان الجو بقى لطيف يعني، وفي كلام كتير قوي على الفيسبوك، وطبعا فرصه حضرتك تكون معانا عشان يعني يا تؤمن على هذا الكلام يا تكذبه، ان هذا الشتاء سيكون بارد جدا جدا جدا، هل دي حقيقه ولا مجرد كلام فيسبوك؟ يعني احنا يصعب طبعا ان احنا نتكلم على فصل كامل قبل ما يبقى فصل تاني. يعني انا لسه فصل الخريف، لما اجي اتكلم على فصل الشتاء معروف على مستوى العالم كلما طال فصل التنبؤ كلما قلت مصداقيته، فبالتالي طبعا هذا الكلام غير دقيق، حتى لو قالوا واحد بتاع الارصاد بيقولوا من خلال معلومات المناخ اللي بتبقى مجرد بيانات سابقه بيتكلم عنها، فبالتالي يعني اقدر اقول لك ان في صعوبه ان انت تقدر تقول هذا الكلام من الناحيه العلميه، لكن عامه احنا دلوقتي في فصل الخريف من اجمل فصول السنه في مصر، بدانا نحس بقى بجمال الطقس، الحراره في النهار تعتبر معتدله جدا، بالليل بدا يبقى في تبريد في الجو في منتخب الصباح الباكر، وده طبيعي في فصل الخريف. بالنسبه يا دكتور لدرجات الحراره المتوقعه يعني بكافه المحافظات خلال الفتره القادمه، درجات الحراره هتكون اخبارها ايه؟ السواحل الشماليه تتراوح من 27 28، الوجه البحري القاهره من 28 29، جنوب سيناء شرم الشيخ وغدا حتى شمال الصعيد ما بين 30 31، جنوب الصعيد ما بين 32 و33. دكتور احمد عبد العال، طب لو قلنا يعني هل في توقعات لهطول امطار وان كانت خفيفه حتى في المناطق اللي فيها زراعه؟ طبعا في امطار على السواحل الشماليه كلها طول الاسبوع دون، من الساحل من اول الساحل عند سلوم سيدي بطان الى انطاق الى رفح المصريه، طبعا مرورا بمرسى مطروح والاسكندريه ودمياط والسعيد العريش. طب مناطق الزراعه يا فندم؟ يعني بالنسبه للوجه البحري يعني الامطار هتبقى خفيفه متوسطه بالنسبه للسواحل، الوجه البحري لو كانت هيبقى في شمال الوجه البحري امطار خفيفه. طيب واذا قلنا مدى ملائمه يعني البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر لاعمال الصيد يا فندم؟ البحر الابيض قابل لشتى اعمال المناحه البحريه، بينما البحر الاحمر نتيجه نشاط الرياح في خليج السويس وشرم الشيخ فهو مضطرب الى حد ما. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه على توضيح حاله الجو خلال هذه الفتره، شكرا لحضرتك جزيلا. النهارده طبعا مشاهدينا معانا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه جدا، ولكن قبل ما بنستعرض مع حضراتكم فقراتنا بنبدا معاكم بالفقره الاخباريه واهم الاخبار التي تصدرت الصحف اليوم. اول خبر معانا يا محمد النهارده ايه؟ اول خبر اعتقد هو له علاقه ب يعني زياره امس تمت امس لرؤساء وفود الدول المشاركه في اسبوع المياه، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤمن إيمانا قويا بالتعاون العابر للحدود، وتنادي بعدم استغلال قضايا المياه سياسيا، خاصة مع تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في دول حوض نهر النيل باعتبار الأمر حيويا ولا غنى عنه لتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخر، وحفاظا على استدامة نهر النيل العظيم الذي نشأت على ضفتيه الحضارات المختلفة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل تدعم جهود أشقائها في الاستفادة من نهر النيل دون التسبب في أي أضرار للشعب المصري. جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. من هذا الخبر مشاهدينا بنروح لخبر خاص بالثروة الحيوانية. رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بقطاع الثروة الحيوانية. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة الجهود المبذولة للقطاع أو للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي في ضوء أهميته في
في توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد. معنا خبر كمان له علاقة بالقطاع الزراعي وأكيد حينبسط منه كل الفلاحين والمربيين بتوع المواشي. مدع عمل الحملة القومية لتحصين المشاية للحفاظ على الثروة الحيوانية. قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أنه تقرر مدى عمل الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لحين الوصول إلى المستهدف من عمليات تحصين وترقيم وتسجيل الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان. وطبعا هذه الحملة يعني بتتزامن مع قرارات للدولة بان هيحصل في غرامات على كل اللي بيرفض تحصين الماشيه بتاعته لكل اللي مش هيتعاون في تحصين الماشيه. وصل الموضوع كمان الى منع بيع الماشيه الغير محصنه والغير مرقمه والغير مسجله. وقلنا قبل كده ان احنا دوله ما بنعتمدش على كبار المستثمرين في مجال الثروه الحيوانيه، بنستخدم يعني بنعتمد على صغار المربين اللي عنده 10 واللي عنده 5 واللي عنده 8. فعشان نحصر ده بشكل كويس عشان نضمن سلامه المنتجات سواء كانت الالبان او منتجات اللحوم لازم نكون مسجلين ومرقمين ومكودين الموضوع بشكل إلكتروني عشان نحصر هذا العدد الكبير من المربين أولا ومن الماشية ثانيا ونضمن بكده سلامة وصحة الثروة الحيوانية في مصر. دي مشاهدينا كانت أهم أخبارنا النهاردة، وبإذن الله هيكون معنا مجموعة من الفقرات الحوارية الهامة. فقرة أولى بعنوان ألم الركبة وعلاجه مع دكتور صمويل نصيف استشاري العلاج الطبيعي. هيكون معنا كمان فقرة عن السمنة وأسبابها، وأعتقد إن احنا قبل ما نبتدي الفقرة دي يعني أنا تواصلت مع دكتورة جيهان بنفسي وقلت لها يعني أنا مش قادر أمنع نفسي خصوصا مع دخول فصل الشتاء من إن احنا ناكل كل الحاجات اللي فيها سعرات حرارية، فوعدتني إن في حل. قلت لها يعني مش عايز الكلام يبقى تقليدي، فهي وعدت، فإن شاء الله نتوقع حل غير تقليدي في مشكلة زيادة الوزن اللي بتواجهنا كلنا. هيكون معنا كمان فقرة مهمة عن الأمراض النفسية، ولكن الأمراض النفسية اللي يعني مش بتصيب العقل ولكن بتصيب القلب. في أمراض نفسية بتصيب القلب أيضا زي الحقد والحسد، حابين نتكلم عن هذه الأمراض، نعرف يعني ليه الإنسان ممكن يصاب بهذه الأمراض يعني داخل قلبه. هنعرف ده النهاردة مع دكتورة فاطمة إسماعيل داعية إسلامية. أعزائنا مشاهدين كل هذه الفقرات الحوارية هتكون معاكم بعد الفاصل، وأول فقرة بإذن الله هنشوف فيها موضوع ألم الركبة وعلاجه مع زميلتي العزيزة مها سميح بعد فاصل قصير. تابعونا.